ايه يا اخوان؟ مش كفايه حب بقى؟ مش تراوا مشاعر واحده ست قاعده لوحدها بتنش؟ والله العظيم يا حبيبتي ولا حد ولا حاجه، ما انت عارفه صاحبتك، كل اللي انت شايفاه ده بزنس بصوره رومانسيه. يلا دخلنا عليكي معلش. القطع علاء ما بيردش على التليفون، عمال اكلمه على الموبايل مقفول. ممكن بقى تقولي هو فين دلوقتي؟ اقدر اقولكم الاخ علاء عايز تلاقيه دلوقتي في مطار اورلي في باريس. نعم والله زي ما بقولك كده. منى بيعمل ايه في باريس؟ هو مش قال انه جاي؟ شوف يا منى مجيجي، ركزي معايا كمان يا ناس عشان مش عايز اعيد الكلام تاني لو سمحت، انسى حاجه كده ولا كده. علاء بيه عز ابن عمي ده ما حلتوش البابا. اه والله على الحديده مديون اللي شفته، كاتب على نفسه شيكات لناس توديه السجن 50 سنه. ابن عمي ومزنوق يا سيدي، قصدني في مبلغ صغير كده يقطع تذكره ويهجم. اه ربنا وفقنا وسفرنا. مش ممكن، ده نصب. ده كان مفهمني انه مليونير. ما تزعليش نفسك قوي كده يا مدام، هو من ناحيه نصاب هو نصاب، بس نصبه ما وصلش انه ياخد محل ثمنه 7 مليون يدفع فيه 1,200,000 جنيه. انت بتقول ايه يا حماد؟ استني بس يا مدام اكمل لمدام يجي الصوره عشان تفهمها كويس. العربيه الفخيمه اللي علاء بيه كان راكبها دي مأجرينها من معرض عربيات، إيجارها في اليوم الواحد 2000 جنيه. إيجار حرق شوية بس جابت نتيجة هايلة. أما بالنسبة لللبس والشياكة اللي شفتوه بيها فشهادة لله، الواد شيك مليون. سامعة يا إيناس؟ دي لعبة حقيرة واتلعبت علينا. يعني إيه؟ يعني أنت عملت كل ده عشان تاخد المحل؟ اللي حلت يا منى، اللي طلعت بيه من الدنيا، أنا لا حلت أراضي ولا شركات. كل اللي انتوا شفتوه ده بالايجار زي عربيه علاء كده. ودلوقتي يا مدام ايناس تقبليني زوجا لك بعد ما عرفت ان انا يا مولاي كما خلقتني. حقير حقير وسافل من بعض ما عندكم يا مدام. يلا يا جيجي. استني يا مدام لسه اخر واحده. دي ورقه طلاقك شايلها في جيبي بقالها 10 ايام، زهقت منها. ايوه يا فندم، يا ترى اخترتوا تشربوا ايه الاول؟ لا لا، هما الهوادم شربوا جامد. ادينا انا بقى منه عشان نكسب.